السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مميز ان هو بيعمل فيديوهات قصيرة زي ما انتم شايفين او بتشوفوها على اليوتيوب والانستجرام والتيك توك والحاجات ديت، بس يا ريت تختاروا موضوعات تكون مفيدة. ميزة الموقع دوت ان هو بيعمل لك فيديوهات مش محتاجة ان انت تعمل ايديت عليها خالص، جاهزة وتقدر تكسب منها حقوق الملكية ليك فبراحتك خالص. كل عليك بس ان انت تديله البرومت ويبدأ يعمل لك الفيديو. فمثلا هتيجي هنا وتقول له مثلا عايز حاجة عن مصر، وممكن تقول له انا عايز من موقع معين او هيستوري فاكت مثلا، دي اللي هي ايه معلومات تاريخية. فهو يبدأ ان هو يعمل لك فيديوهات، الفيديوهات دي تقدر ترفعها تمام تحقق منها ارباح. بيقول لك عايز ابقى انا شكل ده او ده او ده اللي زيمس، ممكن تقول له فيو اول، يطلع لك اشكال كتير جدا تبدا ان انت تختار منها. تمام، خليني انا ما بحبش المانجا، بس خليني احب المانجا اللي بتاكل. طيب تقول له كرييت وتبدا ان انت تعمل الفيديوهات بتاعتك. بيقول لك ان انت ممكن تعمل حاجات بجوده عاليه بس هتحتاج ان انت تدفع فلوس. عندنا 30 ثانية، 45 ثانية، 60 ثانية، ونقول له جنريت. دي الاسعار، $25 في الشهر او $39 في الشهر. فالناس المتخصصين في عمل الفيديوهات هيستفادوا جدا جدا من الموقع دوت. للأسف هو مش مدي نسخة تجريبية عشان الواحد يجرب عليها، لازم اشتري عشان اعمل حاجة زي كده. فان شاء الله نبعت لهم كده يدونا نسخة تجريبية عشان نجرب فيها الفيديوهات. لكن الموقع موجود لو حد حابب ان هو يستثمر فيه يجرب فيه، هسيب لكم اللينك. انا شفت ناس عاملة فيديوهات بيه خطيرة. تمام، ممكن تجمع بعد كده، يعني ممكن تعمل فيديو من اكتر من مقطع وتجمعهم كلهم من خلال البرنامج مثلا زي كامتازيا. فبالتوفيق كده، لو حد عمل فيديوهات ياريت حطها برضو في الكومنتات.